عم محمد شنحوالك لاباس؟ بش خويا صفا امرك باهية؟ عم وليد يا بنين يا اقوى حجين في العالم، يا منورنا يا محجمنا يا حتنا القوارس، عنده قوارس ما نحكي لك السعب، في بالك هذايا بوه الله يرحمه حجام زادا كان يحجم سيدي علي الريح يا الله يرحمه، يا معلم يا بات يا بنين يا وليد يا معلم يا عم وليد. والله خويا راك نحبك راه. اسمع اسمع لا محمد ولا علي ولا عصام ولا وليد والرايق نتاعك نحيه وطلق بيه ما عادش تعاملوا معايا. اسمع لا عمل لي دور ولا اعطيني 10000 فك الرايق نتاع العاده نحيه واخرج عليا ما عادش حاجتي بيه. اش بيك تتبلى عليا؟ اش قلت لك؟ اش بيه هذا؟ يا خويا ما عادش خادم اي ناس طيب يا ودي يا ما تقعدش مع رجال عاد اش متلاهم وضربنا الكل عاد يا عم وليد عاد خل نقدروك اش بيك صح؟ ما عادش خادم بيه هذا يا خويا سكرنا هكا اش تحب من عندي؟ انت اش تحب من عندي؟ يرجع لي فلوسي يا قلت يا ملعبات باش نرجع له فلوسه قداش سياني 40 دينار من دفنت المرحوم الله يرحمه مات يا ولدي انت سالك 40 دينار شنو تو بتجنني باهي باهي باش نرجع له انت سالك 40 دينار 40 دينار قد ايه يجيبوا فلوس تونس يا ولدي اعطيني 40 دينار يا ما تبدل شيء 40 دينار 40 دينار لحظة باهي ها ترى 20 دينار تاع شنو يا عم وليد ترى 20 دينار باهي أنا مش نتبعك هاي 20 دينار ها عشرين دينار ها قدام الرجال يستني 40 ناحي منهم 20 قداش يبقى؟ يبقوا 20 يبقوا 20 40 وخذيها يا ودي استنى استنى وزيد عليهم ال 20 هذوما نبقى أنا إنسانك 30 دينار يا ودي اعمل كسكونولي تتفهمها يا مكرم وين؟ عم محمد معلم راه يا تستنى تستنى والله ما فهمتش تو واحد كيفي أنا مزيان بحبوح تحفون ضامر ما يلقاش خدمة ما فهمتهاش بيك بليد انت انا بليد انا مانيش بليد صاحبي انا ركيك شنو الفرق بين بليد وركيك فرق كبير ياسر ما بين بليد وركيك فاهمهالك باهي سهله ياسر كيفاش لحظه تنقول لك كيفاش 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 سهله ياسر ركز معي باش نعمل لك ديمونستراسيون تاع البليد ومن بعد الركيك ريت وذايا اش بيه استنى انت استنى ودي استنى تيغي مونجي صافا مانيش مونجي شفت البلاد استنى يودي في عقل هذيك البلاد او نزيد ناكد لك شنو هي البلاد ركز معي مونجي يا معلم كيما قلنا مانيش منجس كنت نعاودو فيها 200 مره الحكايه شنو مالك هذا تو فهمت هالبلاد خاف شنو هذيك الركيكه الركيكه اقوى من البلاد ركز احفظ قيد ريتو الشخص هو بيدو مونجي انت هوني وانا نتنبش في الراجل غادي دي بنا بعدني خلوه منجي مين ثلاثة منجي منجي بنا خلوه روحك بعدني شفت هاي الفرق بين البلادة والركاكة فهمتها تو ولا فهمتها ولا فهمت وريني شو فهمت اه وريني